ملكيش حجة يا عروسة، كل المفارش والسجاجيد وقوض النوم وكل اللي هتحتاجيه في جهازك هيكون موجود هنا في معرض أم العروسة وبأسعار على قد الإيد. اخترنا اسم أم العروسة علشان العروسة وأم العروسة، بنبقى عايزين كل المنتجات اللي تخص العروسة تبقى ملمومة كلها في مكان واحد ومنتجات متكاملة، لأن العروسة لما بتنزل في حاجات هنا وهنا وهنا ففي حاجات بتتنسي. كان من ضمن الأهداف الخفية في الموضوع إن إحنا نوصل لليد الأولى، فاحنا عايزين المصنع، مش عايزين ناس هي اللي بتنتج بايديها، بحيث ان الاسعار تبقى منخفضه والتكاليف منخفضه. بيشارك في المعرض وبدعم من جهاز المشروعات المتوسطه والصغيره والمتناهيه الصغر 120 عارض، من بينهم 45 عارض من مصنعي الاساس بدمياط و25 عارض من الحرف التقليديه وصغار المنتجين والاسر المنتجه، و20 عارض من مصنعي الملابس والمفروشات، و30 عارض من قطاعات الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ والإكسسوارات المنزلية والتجميل. أهلا لأي ست بيت عروسة عايزة تجهز، عايزة تشيل الحاجة لبنتها تجهزها وتستفيد بيها بجد. النهاردة عندنا وبتقدم العروض بتاعتنا دي والخصومات اللي موجودة في قلب العرض ده، بنقدمها لكل شعب مصر. الأسعار عندي هنا مميزة عن أي حد برا، لأن أنا ببدأ جميع البراندات بجيب منها ثلاث مستويات، بالنسبة للجرانيت، بالنسبة للسيراميك، بالنسبة للتيفال، بالنسبة للتيتانيوم، بالنسبة كمان للألمونيوم، بالنسبة للستيل. كل ده منتجات موجودة متوفرة عندي. بنعمل سجاد يدوي وبنعرضه للناس هنا. طبعا احنا في المعرض بنعرضه بنسبة أقل من بره ب 10% طبعا، لأن الشغل كله يدوي وفي حرير، وعلى حسب بقى في صوف وفي قطن. نازلين بخصومات توصل 30% على كل المنتجات عندنا هنا. المعرض بتاعنا طبعا بيقدم خدمة ما بعد البيع، خدمة العملة، في عندنا ضمان 5 سنين، في عندنا نظام تقسيط، عندنا برضه كل المنتجات من نوم وسفرة وانتريه وصالون وليفنج ومطابخ، عندنا كل الفرش المنزلي. واحنا عندنا مصنعين، يعني احنا مصنعين بنصنع وبنوفر للعميل التكلفة البسيطة جدا، وكل حضرتك من الخشب الزان الأحمر نقدر نوفر للعميل سلعة كويسة وبسعر مناسب. الزبون بيلاقي عندنا هنا منتج سعره حلو وجودة حلوة، لأن أنا بيهمني أن أنا أعمل عملية توزيع كبيرة. المعرض جميل والله، أسعاره كويسة، أسعار حلوة، يعني ما بنلاقيهاش في السوق بر. أرخص بكتير، في حاجات كتير ممكن تلاقيها بره بأسعار هنا لا أسعارها أهدى. وزي ما المثل بيقول على قد الحافة تمد رجليك، فمعرض جهاز العروسة كل العرايس هتشتري كل طلباتها من الإبرة للصاروخ بما فيها اللحاف المناسب لإمكانيات كل عروسة. منى زهدي، أنتي ETC.